أشياء لا تعرف عن حكيم زياش. أظهر نجم المنتخب المغربي حكيم زياش قدرات ومهارات هامة في مونديال قطر 2022، بعد أن قاد المنتخب المغربي للانتصار على المنتخب البلجيكي والتعادل مع وصيف بطل العالم منتخب كرواتيا، ليظهر بأداء رائع ويثبت أنه ليس المسؤول على عدم تألقه مع تشيلسي. وهذه تفاصيل قصته الملهمة. من مدمن مريض يعاني اليتم والفقر إلى أحد أفضل لاعبي مونديال قطر، ولد في مدينة دورنتين الهولندية وكانت طفولته شاقة، وهو الطفل الأصغر في أسرة متكونة من 8 أبناء. بدأ ممارسة كرة القدم في 5 من عمره. في سن 10 توفي والده ليجد حكيم وأخوته والدته أنفسهم أمام ضائقة مالية كانت ستجبر زياش على ترك المدرسة والقطع مع كرة القدم. والفضل كان لنادي هيرنفين الذي أعاد إلى عالم كرة القدم في سن 14، ثم فكر مرة أخرى في الاعتزال بسبب ما تعرض له صديقه المقرب عبد الحق نوري في حادث السقوط الشهير، والذي دخل على أثره في غيبوبة لسنوات طويلة. وتعرض حكيم لفاجعة أخرى بعد القبض على أخيه الأكبر في قضية تحيل. كان قريبا من الضياع في 16 من عمره بسبب خلطته لأصدقاء السوء الذين أدخلوه عالم الشرب بالكحول وتعاطي المخدرات. رجل وحيد أنقذ حكيم من كل هذا. النجم المغربي السابق عزيز الفقار أول مغربي يحترف بالدوري الهولندي، قام بدور كبير في بعد زياش عن عالم المظلم والتركيز على كرة القدم. اختار حكيم تمثيل المغرب بقلبه بعد أن شارك في المنتخب الهولندي في كل المراحل السنية. سنة 2015 اختار تمثيل المنتخب المغربي المنتخب المفضل لوالدته، وحين سئل عن سبب اختياره تمثيل المغرب قال إن قلبه هو الذي اختار.